سلام عليكم. إذا تحبون محتوى السينمائي والتلفزيوني ما عليكم أمر، شاركوا في قناتي وبعد فعل زر التنبيهات. فانتسي آيلاند هو فيلم يزعم رعب ومغامرة، وهالفيلم ذي نسخة مختلفة عن المسلسل التلفزيوني الشهير اللي نزل في أواخر السبعينات واللي يحمل نفس الاسم. الفيلم من إخراج جيف وادلو ومن بطولة طاقم كبير من الممثلين، وقصة الفيلم عن جزيرة سحرية تحقق مخيلات وأحلام الناس. والفيلم يا جماعة الخير ترى صج فرصة ضايعة. كان ممكن يكون فيلم ممتع وقوي وحماسي ومشحون أكشن ومشاهد رعب، ولكن اللي قتل هالفيلم هو المخرج وبعد نص جدا ركيك. ترى المخرج ساهم في كتابة النص بس ما عرف يعرض لنا فيلم ممتع بصريا، ما عرف يتلاعب بعامل الغموض. أكرر، الفيلم فرصة ضايعة. فانتسي آيلاند حاول يكون فيلم كوميدي، وكتاب النص حطوا لنا أكثر الشخصيات المتوقعة اللي ممكن تشوفونها في فيلم رعب. صج شخصيات مزعجة وتم إعادة تدويرها، يعني مثل مين جيرل، مثل الصبي اللي قلبه مكسور، الاخوان اللي لوعون الكبد، اشياء مكررة. والمشكلة اننا تشوفون الفيلم مع الوقت بتحس انه في شيء ناقص او شيء مو بواضح. ترى هي مو بغموض يا جماعة الخير، بس ترى شكل الفيلم قصوه في المونتاج، او اغلب الظن ان كتاب النص ما لهم بارض ان يشرحون القصة للمشاهدين. يعني كلش كانوا كسالة، وترى مو كل شخص شاف المسلسل القديم علشان يفهم العالم. وكل ما تطلع فانتسي عن مخيفة انا اقول اوكي الحين كنا بصير شيء حماسي ومخيف، هم يطلع كذي مشهد عجيب او شيء يخرع على ستايل فيلم هوستل او فيلم هاش. عقب ما يصير ولا شيء عدل. يعني عملية بناء التوتر في الفيلم جدا ضعيفة، في بس عملية بناء احداث متوقعة وممله، والمخرج ترى ما عرف شنو يسوي مع القصه، مع ان ترى الموضوع شيء بسيط، عن جزيره صار فيها الاحلام والمخيلات واقع. اي مخرج ثاني بيتفنن في هالمبدا وفي هالفكره ذي، يعني عادي يطلع قصه عن ايليينز، قصه عن مخلوقات وحوش كذي مخيفه، يطلع شيء تويست يخرع. بس هالمخرج هني مع كتاب النص ما اخذ هالمخاطره ذي، خذوا درب متوقع وجدا عادي. وحتى هالدرب المتوقع ذي ما كان دموي، ما كان في مشاهد تخليكم تقولون هاي وايد عور قلبي، هاي جدا دموي، لا 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 ما في. وستايل التصوير صار كأنه تلفزيوني، بس ما أدري إذا كان هدف المخرج إنه يسوي فيلم بالطابع تلفزيوني إكراما للمسلسل القديم، بس يمكن تشوف الفيلم كنت أقول إن هاي فيلم رعب مال كذا نص التسعينات. من ذي الطاقة يعني. وبعد بصريا الفيلم صار كنا رخيص، ان ميزانيته جدا قليلة، وصج ترى ميزانية الفيلم حوالي 7 مليون دولار، بس ترى هاي مو بعذر ان تطلع فيلم ضعيف، المخرج الشاطر والمبدع يعرف يتصرف مع الميزانية ويطلع فيلم قوي. شوفوا مثلا جيمس واين في فيلم سا تكلفته 1.2 مليون، مايك فلانيجن في فيلم هاش تكلفته مليون دولار، وتكلفة فيلم ذا بيرج اناركي 9 مليون دولار، بس طلع فيلم صج انه يعني هاي بادجت انه بيج بادجت. فالمخرج الشاطر يعرف يصرف ويعرف شو يسوي علشان يطلع فيلم قوي، بس مخرجنا هني لا، شكله بس استانس على الجزيرة وكذي وبيتش وكل شيء خضر ونسى الفيلم. والتويست في الفيلم للحظة كان حلو، قلت اوكي تويست زين، بس عقب ما عرفنا التفاصيل طلع تويست غبي واحمق وصج بطل كبد. والنهاية اللي بوصل لها المخرج والكتاب ترى جدا مو مقنعة، انا ما اقتنعت خير شر. وتمثيل الابطال يا جماعة الخير بين الجيد والضعيف، بس مش اللعب. في نهاية المطاف فانتسي آيلاند فيلم ركيك وضعيف، وكان ممكن يكون شيء عجيب وممتع وصادم. اتمنى ما يسوون جزء ثاني للفيلم ولا يرجعون للمسلسل مرة ثانية. خلاص هاي قصة انتهت وليف ات بي، لا تكملونها خلاص، ما نبي نشوف شيء زود من فانتسي آيلاند. انصحكم تشوفون الفيلم في البيت على ام بي سي اكشن وانتم تلعبون كول اوف ديوتي زومبيز كذي مع الشباب مع الربع وبس. تقييمي الشخصي 4.5 من 10. هاي يا جماعة الخير، شو رايكم في الفيلم؟ كم تقييمكم من 10؟ وهل شفت المسلسل؟ وان شاء الله افلام الرعب القادمة تكون اقوى، يعني عندنا فيلم ذا انفيزبل مان، كنا ذا انفيزبل مان اي، ذا لودج، ا كوايت بليس 2. صراحة تعبت من افلام الرعب الضعيفة، ابي اشوف شيء عدل. وكتبوا لي بعد شنو افلام الرعب اللي شفتوها في التسعينات وحبيتوها وايد، مثلا انا حبيت سكريم واي نو وات تو دو لاست سمر، ترى سويت فيلم عن افضل افلام الرعب موجود في قناتي. بس كتبوا لي رايكم، ما عليكم امر. وإذا حبيتوا هالفيديو ذي طقونا لايك وسوونا شير وسبسكرايب وفولو بعد على الانستغرام والتويتر. يلا يا جماعة نشوفكم على خير.